ينضم إلينا من طرابلس عبر الهاتف محي الدين رمضان، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية. سيد محي الدين، أبدأ معك، ما هو الموقف الآن في أنحاء ليبيا من حيث الطقس والأرصاد؟ نعم، في بداية مساء الخير. حقيقة الطقس يعود إلى الاستقرار التدريجي بداية من هذا اليوم، بدأ في العودة للاستقرار، خاصة بني غازي والمناطق المجاورة لها. أيضا يعود الاستقرار إلى مناطق الجبل التي هطلت فيها أمطار، وأمطار غزيرة حقيقة، وصلت ل 400 أو فوق 400 مليمتر. أمطار كانت يعني فوق المعتاد، فوق المعدل الشهري، وفوق حتى المعدل المعتاد يعني لمناطق ليبيا كلها. الآن المنخفض يصل قريبا إلى الحدود الليبية المصرية، والتي ستكون فيها في طبرق أمطار وفي الجغبوب المناطق المجاورة لها، ثم يتحرك ناحية الشرق باتجاه مصر، يعطي أو يكون مساهم في أمطار على مناطق من مصر. نعم. لكن مش حيكون بالقوة اللي هي شهدناها في المنطقة الشرقية، حيكون أضعف، ثم يتحرك تدريجيا ناحية الشرق ليتلاشى بشكل كلي، ما أن يصل إلى آخر الحدود المصرية يكون تأثيره ضعيف جدا جدا، ويكون قد تلاشى، والأمور إن شاء الله تعود للاستقرار في المنطقة الشرقية. نعم. بعد أن كانت عدم استقرار. نعم، هل كان هناك توقعات بهذا الإعصار؟ كانت المعلومات معروفة بأنه سينتقل من اليونان إلى ليبيا، ولكن هل كانت هناك تقديرات لحجم هذا الإعصار أو لقوته؟ والله شوف، هو أول شيء نحن في المركز الوطني لا نصنف أعصار، للأعصار مواصفات وخصائص، خصائص الأعصار قيمة الضغط في مركز الضغط الجوي تصل إلى 960 ملي بار أو أقل، أحيانا حتى أقل ب 930. هذا المنخفض يوم الأمس اللي هو تحرك من اليونان كانت قيمة الضغط فيه أكثر 999، فنصنف عاصفة مطرية أوكي، ولكن نصنف أعصار. الأعصار أيضا سرعتها تكون 114 كيلومتر في الساعة أو أكثر، هذا المنخفض كان سرعته في 90 كيلومتر، فإذا لا يصنف ضمن الأعصار، إنما يصنف يعني عاصفة مطرية فيها رياح قوية. وطبعا هو المنخفض هو أصل العاصفة، والأعصار هو أصل منخفض، لكن يحدث فيه انحدار للضغط كبير يتجه إلى هذا الاتجاه أو يصنف في هذا الاتجاه، إما عاصفة أو أعصار لما يكون قد انحدر فيه الضغط بشكل كبير. فهذا هو الوضع اللي كان عليه. نعم. الأجواء إن شاء الله تعود للاستقرار على مناطق ليبيا. نعم. بعد أن شهدت هذا الحدث الغير اعتيادي حقيقة. لم أعد أنا في الإرصاد الجوية منذ أكثر من 30 سنة لم أشهد منخفض بهذه الكثافة الكبيرة من المياه، التي كانت في ظرف زمني بسيط يعني وصلت كمية الأمطار إلى 400، هذه قيمة حقيقة عالية وعالية جدا. نعم. نعم، هذا هو الأمر الذي أدى إلى هذه الكارثة. نعم، سيد محي الدين، هذا الإعصار قادم من اليونان وخلف ما يقرب من 15 قتيلا، لماذا هناك ارتفاع كبير في عدد الضحايا في ليبيا؟ والله الأخبار الآن تتواتر حقيقة أن السد شدود في طبعا البنية التحتية في الجبل وفي درنا تحديدا للأسف متهالكة، للأسف قديمة جدا، بيوت قديمة جدا. ما قيل الآن أن السدود، سدين من السدود انهارت تماما، فكانت هي السبب في انجراف المياه بقوة. وطبعا البناء العشوائي والبناء في مسار الأودية، معظم طبعا جغرافية درنا، جغرافية درنا معظمها أودية، في هذه والأودية تصب في الأماكن المنخفضة، والأماكن المنخفضة فيها السكان وقاموا بالبناء العشوائي، فهذه أحد أسباب الكارثة حقيقة. نعم. مع قوة وغزارة الأمطار كانت المصيبة يعني كبيرة جدا. هل أصدرتم تحذيرات قبل وصول هذا الإعصار؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني منذ 4 أو 5 أيام ونحن نصدر نشرات جوية وتحذيرات، يعني نشرنا فيها أن حتكون فيها أمطار غزيرة وتكون فيه جريان أودية،
يعني نشرها يوميا وتبت على وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. فنبهنا لهذا المنخفض ونبهنا بأخذ الحيطة وعدم الوقوف في مسارات الأودية، أخذ الحيطة بعدم الخروج يوم الدروة اللي هو أمس، كان من الساعة من ظهيرة يوم الأمس حتى الليل كان دروة المنخفض ونبهنا عليها إلا للحاجة القصوى والضرورة القصوى الخروج، ولكن للأسف كان لم يؤخذ بهذا هذه التحذيرات وأخذت بعرض الحائط، وللأسف كانت النتيجة ما نرى نتيجة كارثية، نتيجة يعني أرواح يعني ضاعت يعني بسبب الإهمال أو بعدم التقيد بالتحذيرات والنشرات. ما الذي كان يجب أن يؤخذ بهذه النشرات التي أرسلتموها؟ والله أول شيء يعني النشرات كانت المفروض تأخذ حتى من الدولة، من رأس الدولة تأخذ بعين الاعتبار، يعني يكون فيه اهتمام أكثر. طبعا الخروج كما أشرت في بداية حديثي أن التجمع في مسارات الأودية هذا يعني خطأ كبير، سواء كان لأصحاب الأغنام والمواشي أيضا حتى للمواطن العادي. ثاني شيء يعني الخروج من البيت بدون ضرورة، يعني لماذا في وقت يعني في عاصفة مطرية وأنت تظهر وتتجول كأن الأمور عادية إلى أن تفاجئك الأمطار وتكون ويأتي ما لا يحمد عقباه. فالحقيقة كانت في عدة أسباب لهذه الكارثة، كمية الأمطار وللحق يعني وحقيقة صراحة لم تكن يعني أن نتوقع أن تكون بهذه الكم الهائل تصل إلى 400، لأنها أول مرة في تاريخ ليبيا تصل 400 في يوم واحد، فكانت كنا نتوقع أن تكون 150-170 مليمتر، لكن للأسف كانت الكمية شديدة جدا جدا. طيب أخيرا سيد محي الدين، يعني بعد أن مر الإعصار هل هناك إجراءات يجب أن تتخذ بعد مرور الإعصار خوفا من انزلاقات طينية أو انهيارات لصخور؟ هل في إجراءات أخرى يجب أن تتخذ الآن؟ والله هي تو الآن يعني الإنقاذ والوسائل السلامة لا زالوا يقوموا بعملية الإنقاذ وعملية، يعني لم نصل إلى هذه المرحلة حقيقة، لازلنا في بداية المرحلة، لازال في عالقين لم يصلوا إليهم إلى حد الآن يعني للأسف الشديد، ومحاصرين بالمياه ومحاصرين بالبحر، فالوضع يعني كارثي خاصة في درنا. الآن يعني حتى الدول المتقدمة ربما تمد يد العون، لأن الوضع ليس سهل لليبيا، عالقين بطريقة يعني لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل العادية إلا بالطيار. نعم هذا هو الحالة التي كانت عليها الوضعية. يعني محي الدين رمضان مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية من طرابلس، شكرا لك.